شنت إدارة التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة حملة ميدانية على منطقة الشويخ الصناعية لضبط مشغلي الأحداث من العاملين دون استكمال السن القانونية. وأكد مدير إدارة التفتيش محمد الأنصاري ضبط أكثر من صاحب عمل من مشغلي الأحداث، وتم إخطارهم بتلافي تكرار هذه المخالفة على أن يتم تحويلهم إلى إدارة التحقيقات في المرة المقبلة. قمنا بالتفتيش ولقينا يمكن أكثر من مكان في تشغيل الأحداث، وقمنا بإخطار بتلافي لهذه المخالفات والإنذار والتنبيه عليهم بأن بالمرة الثانية إذا جيناهم راح يكون في طبعا إخطار مخالفة وإحالتها إلى التحقيقات. إذا عاود على المخالفة هذه راح تتحول إلى مخالفة وراح تتحول إلى إدارة التحقيقات، وراح يوقف ملف صاحب العمل لحين مراجعتنا إلى في إدارة التفتيش.